مختصر النبي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن جماعة، تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني، النيشن مكتبة القرآن بالقطر، ووكيل مكتبة السعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم ندوة الملاح. مقدمة المحقق. الحمد لله والشكر له، والصلاة والسلام على خير الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبع هديه وسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيسعدني ويشرفني أن أقدم كتاب مختصر للسيرة النبوية لعالم من علماء السنة الأجلاء ألا وهو ابن جماعة رحمه الله. وهذا الكتاب جدير بأن يدرس ويحفظ ما فيه، لأنه يحدثنا عن سيرة أعظم الناس عن الإطلاق، ويحدثنا عن نموذج من البشر بأخلاق رفيعة لم ولم يصل إليه أحد من البشر. حتى قال بعض العلماء إنه لو لم يكن له صلى الله عليه وسلم معجزة لكانت أخلاقه وصفاته تكفي في الدلالة على صدقه، بل كان منظره يقضي بأنه نبي حقا، كما قال فيه الصحابي الجليل أبو رواحة رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. وقال بعض العلماء: وهب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من رجاحة العقل وبراعة العلم وسعة الحلم وحميد السير وجميل المآثر ونور الوجه ما أغنى كثيرا عن طلب معجزة تدل على صدقه وآمن بمجرد رؤيته. وقال عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وقال أبو رافة التميمي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قلت: هذا نبي الله. وهذا المختصر الصغير في حجمه، الكبير والعظيم في مادته، تحدث بيسر وسهولة عن حياة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، تحدث عن ولادته، ثم أتبع ذلك بمن أرضعته حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك على مدار 13 ورقة أي 26 صفحة من القطع الكبير. وتجد كلام المؤلف رحمه الله تعالى سهلا يفهمه الكبار والصغار معا، لأنه ليس بالصعب، وهذا من حسن تصنيف المؤلف رحمه الله تعالى. لذلك أعجبني ذلك المختصر جدا، فأحببت أن أنشره عن الناس، فهو مختصر مفيد يحمل في الأسفار شامل جامع في أسلوب سهل وبيان واضح، وهذا من منة الله علينا ورحمته، فله الشكر والحمد. وأخيرا، فنحن مع كتاب عظيم القدر كثير الفوائد، فعليكم به، فإنه جمع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في يسر وتنسيق. جعلنا الله تعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الشرقاوية، في 25 من صفر لعام 1411، الموافق للخامس عشر من سبتمبر لعام 1990 ميلادية. عنوان ترجمة المؤلف. اسمه ونسبه وموعده: هو عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن جماعة الكناني الحموي الأصل الدمشقي المولد ثم المصري
عز الدين الحافظ قاد القضاة أبو عمر، ولد سنة 694 هجرية الموافق لسنة 1194 ميلادية. شيوخه، ولهذا الإمام شيوخ كثيرون، منهم واحد أحمد بن عصرون، اثنين الأبرقوني، ثلاثة الدمياطي، أربعة الثوري، خمسة النيم بن حمدان، ستة غازي المشطوبي، سبعة ابن بريدة، ثمانية ابن الطبال، تسعة أبو جعفر ابن الزبير، عشرة زينب بنت مكي، 11 عبد الخالق وغيرهم. ثناء العلماء عليه. قال صاحب الشبرات، وذكره الذهبي في المعجم المختص، وقد مات قبله بنحو 20 سنة. وقال الإمام المفتي الفقيه المدرس المحدث، قدم علينا بوالده طالب حديث في سنة 25، فقرأ وكتب الكثير وعني بهذا الشأن، وكان خيرا صالحا حسن الأخلاق كثير الفضائل، وسمعت منه وسمع مني. انتهى كلام الذهبي. وفاته، توفي رحمه الله سنة 767 هجرية الموافق لعام 1366 ميلادية، ودفن بعقبة باب المعلى إلى جانب قبر الفضيل بن عياض، وترك وراء متواليف عظيمة المنفعة قديرة الشأن، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. عنوان مصنفاته: واحد، هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، مخطوط ذكره صاحب هدية العارفين وصاحب الأعلام وذكر أنه مخطوط. اثنين، التساعيات في الحديث، وهو جزء حديثي يتألف من 40 حديثا تساعية الإسناد، والحمد لله فإني بصدد تحقيقه، وقد نسخته من دار الكتب العامرة، وقد أشار إليه صاحب هدية العارفين والأعلام. ثلاثة، المناسك الصغرى، بين قوسين الأعلام. أربعة، تخريج أحاديث الرافعي، بين قوسين الأعلام. خمسة، مختصر في السيرة النبوية، وهو كتابنا هذا، ذكره صاحب الأعلام وهدية العارفين وكشف الظنون، كما سيأتي ذلك في توثيق الكتاب. ستة، نزهة الأنباب فيما لا يوجد في الكتاب، بين قوسين الأعلام وغير ذلك، وقد توسعت في ترجمته ولله الحمد في كتابه الآخر الأربعون، فلا إعادة لما تقدم فقد أغنيت هناك. مصادر الترجمة، يرجع للمصادر التالية للزيادة: واحد، الدرر الكامنة لابن حجر، اثنين، شذرات الذهب، ثلاثة، البدر الطالع للشوكاني، أربعة، كشف الظنون، خمسة، هدية العارفين، ستة، الأعلام، سبعة، معجم المؤلفين لكحالة، وغير ذلك من المراجع. عنوان وصف المخطوط وتوثيقه: المخطوط من مخطوطات دار الكتب المصرية العامرة بذخائر الكتب حفظها الله، تحت فن مصورات خارج الدار، إذ إن هذا المخطوط تم تصويره من مخطوطات المكتبة الأزهرية العامرة، يسر الله فتحها، تحت فن أرواق المغاربة، وهي في الدار قد صورت على مايكروفيلم برقم 864، وقد كتبت سنة 1036 هجرية، وقياس الصفحة 21 في 15 سنتيمتر، وعدد الورقات 13 ورقة أي 26 صفحة.
وكتبت بخط النسخ الممتاز وعلى الهامش بعض التصحيحات والزيادات المفيدة. وقد ألحقنا الزيادة بأصل الكتاب ولكن منها بين معكوفين. والكتاب أورده كل من ترجم للمصنف وبالأكثر صاحب كشف الضمير، فقال رحمه الله: وصنف الشيخ عز الدين ابن عمر ابن عمر بن جماعة الكناني، وهو عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الحموي الشافعي المتوفى سنة 767 هجرية، مختصرا في السيرة أوله. أما بعد، حمدا لله على جزيل أفضاله إلى آخره. هذا ما أورده حاجي خليفة في كشف الظنون، وهو أول مخطوط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي نهاية الكتاب كتب على الهامش: بلغ مقابلته. فنحن إذا مع كتاب جديد لعالم جليل، نرجو من الله الكريم أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. ومما زادني يقينا أن ذلك المختصر لابن جماعة أن العلامة ابن القيم قدس الله روحه نقل فصولا برمتها في كتابه الفز زاد المعاد في الجزء الأول منه، واعتمد في ذلك على مادة هذا المختصر. ولماذا لا يكون المصنف هو الذي اعتمد في مادة هذا الكتاب على ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد؟ حيث أن ابن القيم 691 إلى 751، والمصنف 694 إلى 767، خاصة وأن المؤلف ذكر في أول كتابه أنه جمعه من كتب المغازي والسير، فكان ذلك الجزم الذي جزمت به في بداية مقدمتي صحيحا إن شاء الله بعد الطلاع على زاد المعاد، فتجده رحمه الله ينقل من كتاب زاد المعاد البيت الذي جمع فيه أسماء الخير عن والد صاحب هذا المختصر، وهذا يدل على ثبوت الكتاب لابن جماعة، والحمد لله تعالى. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة كنز المحدثين فريد دهره ووحيد عصره قاضي القضاة عز الدين أبو محمد ابن سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جماعة غفر الله له ولوالده ونفع به المسلمين آمين. أما بعد، حمدا لله على جزيل أفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. فهذا مختصر في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعته من كتب المغازي والسير رجاء النفع به إن شاء الله تعالى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بداية الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو قرشي على الصحيح، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نضار ابن معد ابن عدنان. هامش. يقول الشيخ صفي الدين المبارك فوري في الرحيق المختوم: لنسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء. جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى عدنان،
وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقابل به، وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة، وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليه السلام. انتهى الهامش. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح وعبد الله. هامش. وأخرج البخاري والترمذي وفي الشمائل وغيرهم من حديث جبير بن مطعم مرفوعا بلفظ: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا الماحي الذي ينصر الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وفسر الإمام الزهري هذا القول فقال: والعاقب الذي ليس بعده نبي. وأخرج مسلم والترمذي في الشمائل من حديث حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. انتهى. قلت: نبي الملاحم أي الحروب. وقد وقع من أسمائه صلى الله عليه وسلم في القرآن: الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير الرحمة النعمة الهادي الشهيد المزمل المدثر الرؤوف الرحيم. ومن أسمائه المشهورة: المختار المصطفى الشفيع المشفع الصادق المصدوق والمتوكل. وكثرة هذه الأسماء تدل على خصائص شريفة ومعاني كريمة فاضلة، تدل على شرف المسمى وعلو همته وعظيم أخلاقه ورفعتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانظر زاد المعاد الناشر مؤسسة الرسالة. انتهى الهامش. عنوان: أمه صلى الله عليه وسلم. آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، توفيت وله 6 سنين، وقيل 4 وقيل 7 وقيل 8 وهو الأرجح. هامش زيادة من هامش المخطوط. انتهى الهامش. وتوفي والده عبد الله وهو حمل على الصحيح. هامش انظر سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد الكبرى وتلقيح فهم الأثر ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي وفقه السير لمحمد الغزالي. انتهى الهامش. عنوان: ولادته. وولد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل على المشهور يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول حين طلع الفجر على الصحيح مختونا مسرورا. وقيل ختمه جده عبد المطلب يوم سابعه وجعل له مائدة وسماه محمدا. وقيل ختمه جبريل حين طهر قلبه. هامش. قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد عن الاختتام: ليس فيه حديث ثابت. وقد ورد في ذلك حديث أخرجه ابن عبد البر كما في زاد المعاد من طريق محمد بن أبي السرى العسقلاني ثنى الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس. وقال ابن عبد البر: حديث مسنده غريب. قلت:
وفيه محمد بن أبي السرى قال أبو حاتم لين الحديث، وقال ابن عدي كثير الغلط، وفيه أيضا الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. انتهى الهامش. عنوان مرضعاته. وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب أياما، وأرضعت معه أبا سلمى عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وهي أم عمه حمزة من الرضاعة، واختلف في إسلامها. هامش انظر تلقيح فهوم الأثر ومختصر سيرة الرسول للنجدي. انتهى الهامش. ثم أرضعته أم كبشة حليمة السعدية، وكانت الملائكة تهزه وهو عند حليمة، ما بين قوسين وكانت الملائكة تهزه وهو عند حليمة، زيادة في الهامش. وأرضعت معه ابن عمي أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب بلبن ابنها عبد الله أخو أنيسة، وجوانة وهي الشيماء أولاد الحارث ابن عبد العزة ابن رقاعة السعدي، وقد قيل إنه أسلم، واختلف في إسلام حليمة، والراجح إسلامها. والشيماء هذه هي التي كانت تحضنه مع أمها وتورقه صلى الله عليه وسلم، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن، وكان حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم مسترضعا له في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. هامش انظر السيرة لابن هشام وزاد المعد. انتهى الهامش. ذكر حاضنته. وحضنته أم أيمن بركة الحبشية مع أمه وبعد موتها، وكان ورثها من أبيه وكانت داوته. ذكر من كفله. وكفله جده عبد المطلب، وتوفي وله 8 سنين، وقيل 6 وقيل 10، وأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله، وخرج به إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة. ولما رجع من سفره هذا تزوج خديجة بنت خويلد، وسنه 25 سنة وهو الراجح، وقيل 21 وقيل 30، وكان سنها 40 سنة وقيل غير ذلك. هامش انظر السيرة وتلقيح فهوم أهل الأثر وفقه السير للغزالي. انتهى الهامش. عنوان بعثته صلى الله عليه وسلم. بعثه الله إلى الناس كافة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في شهر رمضان، وقيل في رجب، وسنه 40 سنة وقيل غير ذلك. فأول ما نزل عليه من القرآن بغار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله مستخفيا، ثم نزل في السنة 4 من النبوة قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى الله عز وجل، فاستجاب لله من شاء الله هدايته. فلما كثر المؤمنون واشتد عليهم الأذى من المشركين
أذن الله لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، فهاجر منهم 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أول من خرج فارا بدينه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. أقاموا بالحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة ودخلوها إلا ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه رجع إلى أرض الحبشة ولم يدخل مكة. وكان مخرجهم إلى الحبشة في رجب في السنة الخامسة من النبوة، وكان قدومهم مكة في شوال من هذه السنة. فلقوا من قريش تعنيفا شديدا وأذى عظيما، فأذن الله لهم في الهجرة إلى الحبشة مرة ثانية، فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، وأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. وبلغ قريشا بمكة ذلك، فكبر عليهم وغضبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصروه وأهل بيته بشعب أبي طالب 3 سنين، وقيل سنتين، وخرج من الحصر وله 49 سنة، وقيل 48. هامش، انظر تفاصيل هذه المقاطعة في صحيح البخاري، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وزاد الميعاد وابن هشام، ومختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدي. انتهى الهامش. وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة، ثم ماتت خديجة، فنالت منه قريش ما لم تكن تناله في حياة أبي طالب، فخرج إلى الطائف هو وزيد ابن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وأقام به أياما فلم يجيبوه وآلوه وأخرجوه، وذلك في أواخر شوال في السنة 10 من النبوة، وقيل غير ذلك. هامش، سمي هذا العام بعام الحزن، انظر تفاصيل ذلك في مختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدي وابن هشام وتلقيح فهوم أهل الأثر، وانظر تفاصيل حادث الطائف في السيرة لابن هشام، زاد المعاد، مختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدي. انتهى الهامش. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة وهو محلوم، فلمي نزل نخلة اسم مكان، صرف إليه نفر من الجن 7 من أهل المصيبين، فاستمعوا القرآن وأسلموا. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن علي، ثم أسري بجسده المكرم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء العليا إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ليلة 17 من شهر ربيع الأول عن الصحيح، وسنه صلى الله عليه وسلم 52 سنة، وقيل غير ذلك. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو القبائل إلى الله، ويعرض نفسه عليهم في المواسم كل سنة أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فليست قبيلة من العرب تستجيب له ويؤذى حتى أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه، وإنجاز ما وعده فساقه إلى الأنصار لما أراد الله بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم 6 وقيل 8، وهم يحلقون رؤوسهم عند العقبة في الموسم، فجلس إليهم
ودعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ولرسوله. نواصل القراءة تحت عنوان بعثته صلى الله عليه وسلم. وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ولرسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام حتى نشأ بينهم، ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها الإسلام، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو على دين الكفر. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف بقباء يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، فنزل على كلثوم بن الهدم هامش في المخطوط العدم والتصويب من سيرة ابن هشام وغيره، انتهى الهامش. وقيل على سعد بن خيثمة، والأول هو أثبت كما قال الشيخ شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى، وأقام أياما ثم خرج يوم الجمعة في بني سالم بمن كان معه من المسلمين وهم مئة، ثم ركب ناقته وجعل الناس يكلمونه في النزول إليهم ويأخذون بخطام الناقة، فيقول صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حديث حسن في الهامش، أخرجه البيهقي في الدلائل من حديث أنس وفي سنده إبراهيم بن صرمة، ضعفه الدار قطني وغيره، وكذبه ابن معين. وقال ابن عدي عامة حديثه منكر السند والمتن، ولكن له شاهد يحسنه، انتهى الهامش. فبركت عند موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وهو مربد لسهل وسهيل غلامين من بني مالك النجار، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الناقة لم ينزل، فقامت ومشت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثنيها، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مكانها الذي بركت فيه، فبركت ثانية واستقرت، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وحمل أبو أيوب رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله داره، وكلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا في النزول عليهم، فقال المرء مع رحله. هامش حسن، رواه البيهقي في الدلائل كما في البداية والنهاية لابن كثير عن عبد الله بن الزبير، وقد ورد عن ابن إسحاق معضلة رواه الطبري في تاريخه، وورد عن شرحبيل بن سعد، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وشرحبيل هذا ليس بصحابي، فالسند منقطع، والحديث حسن إن شاء الله تعالى، انتهى الهامش. فنزل دار أبي أيوب وسأل عن المربد الذي بركت الناقة فيه، فأخبر خبره، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة دنانير، وقيل إن بني النجار امتنعوا عن بيعه وبذلوه لله عز وجل، واتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، وكان ينقل مع أصحابه في بنائه، ثم بنى مساكنه إلى جنبه، وتحول من منزل أبي أيوب إليها، وكان مقامه في منزل أبي أيوب سبعة أشهر، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وقبل الهجرة آخى بين المهاجرين على الحق والمساواة، وبلغ أصحابه صلى الله عليه وسلم في الحبشة مهاجرته إلى المدينة، فرجع منهم 33 رجلا
وثمان نسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بمكة سبعة نفر، وانتهى البقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي سنة سبع من الهجرة أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ففعل. وقدموا المدينة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فشخصوا إليه فوجدوه قد فتح في خيبر، فكلم المسلمين أن يدخلوهم في سهامهم ففعلوا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين بلا خلاف، وكانت غزواته في هذه المدة 27، وقيل 25، وقيل 19، وقيل غير ذلك. قاتل فيها في 9، بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، وقيل إنه قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر، وكانت سراياه نحو من 60، وقيل غير ذلك. ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة غير حجة الوداع. وقال ابن سعد إنه لم يحج منذ تنبأ غير حجة الوداع، وقيل حج بعد النبوة حجة أخرى، وقيل حجتين أخريين. وقال ابن حزم حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر قبل النبوة وبعدها حجج وعمرات لا يعرف عددها. واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمرات، منها التي مع حجته، كلها في ذي القعدة. عنوان صفته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، البائن الظاهر، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم. الأبيض الأمهق الشديد البياض، والآدم النسر. ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. الجعد القطط الشعر فيه التواء وانقباض، والسبط الشعر المسترسل. رجل الشعر أزهر اللون. رجل الشعر أي في شعره تكسر وتثنن. أزهر اللون أي نير، أي في لونه نور. مشربا حمرة في بياض ساطع، كأن وجهه القمر ليلة البدر. واسع الجبين، أجزع الحواجب في غير قرن. أزج أي مقوس الحاجبين، وهي رواية هند بن أبي هالة خال الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي في الشمائل والبيهقي في دلائل النبوة، وكذا أبو نعيم والطبراني في الكبير وغيرهم. والقرن بالتحريك هو اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. سهل الخدين أدعج العينين. أدعج شديد سواد العين. أهدب الأشفار طويل أهداب العين. حسن الأنف حسن الثغر مفلج الأسنان. الفلج انفراد ما بين الأسنان. ضليع الفم الضليع الواسع، والعرب تمدح ذلك لأن سعته دليل على فصاحته. ضليع الفم حسن العنق، كأنه جيد دمية في صفاء الفضة. الجيد العنق، والدمية الصورة المتخذة من عاج أو غيره، والمراد هو في اعتدال وحسن هيئة وكمال وإشراق. كث اللحية واسعها أسود الشعر،
إذا طول شعره فإلى شحمة أذنيه ومع كتفيه، وإذا قصر فإلى أنصاف أذنيه. لم يبلغ الشيب رأسه ولحيته 20 شعرة. ضخم اليدين لينها، أنور المتجرد، أي نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب. معتدل الخلق، أي ليس بالطويل ولا بالقصير. بادنا متماسكا، سواء البطن والصدر، أي بطنه ضامر وصدره عريض فهما متساويا. عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. اللبة بفتح اللام موضع الثغرة فوق الصدر. بشعر يجري كالخط، أي يسير الشعر في اتجاه واحد. عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أي ليس عليهما شعر. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق. يقول واصفه، يقول واصفه، لم أر قبله ولا بعده مثله. بين كتفيه خاتم النبوة، وقيل على ناغض كتفه، ناغض أعلى الكتف الأيسر، مثل بيضة الحمام، لونه لون جسده، عليه خيلان، عليه خيلان، خيلان جمع خال، وهو نقطة تضرب إلى السواد تسمى شامة. وكان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، كما وصفه ربه تعالى، وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها. يرضى لمرضاه ويغضب لغضبه، وجمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وأتاه علم الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز في الآخرة، والغطة والخلاص في الدنيا. وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا معلم له من البشرية، واختاره على جميع العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معجزاته. ومن أعلام نبوته القرآن الكريم، الذي أعجز الفصحاء وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله، ولو استعانوا بجميع الخلق. وانشقاق القمر له بمكة، إذ سألته قريش آية، ونبع الماء من بين أصابعه الطاهرة، وتكثير الطعام وتسبيحه، وحنين الجذع، وتسليم الحجر، وشكوى البعير وتذلله، وشهادة الذئب، وتكليم الذراع المسمومة، ورد عين قتادة ابن النعمان بعد أن برزت فكانت أحسن عينيه. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى. أولاده صلى الله عليه وسلم. أولاده صلى الله عليه وسلم أولهم القاسم، وبه كان يكنى، مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة. النجيبة تأنيث النجيب، وهو القوي من الإبل والخفيف والسريع. ثم زينب، وقيل إنها أسن من القاسم، ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، وقيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختها. والمروي عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاثة، وأم كلثوم أصغرهن. ثم ولد له عبد الله بعد النبوة على الصحيح، ويسمى
الطيب والطاهر على الصحيح مات بمكة طفلا، ثم ولد له إبراهيم بالمدينة سنة 8 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبدا، وكناه به جبريل صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية بنت شمعون القبطية، وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح. أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم: بنو عبد المطلب، بنو عبد المطلب، حمزة والعباس والحارث وأبو طالب عبد مناف وأبو لهب عبد العزة والزبير وعبد الكعبة وضرار وقثم والمقوم والمغيرة، ولقبه حجل، والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل، وزاد بعضهم العوام وصفية وعاتكة وبرة وأروى وأسيمة وأم حكيم البيضاء. أسلم منهم حمزة والعباس وصفية أم الزبير بن العوام، واختلف في إسلام عاتكة وأروى، والصحيح أن أروى أسلمت، وأسنهم الحارث وأصغرهم سنا العباس، والعقب منهم للعباس وأبي طالب والحارث وأبي لهب، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا، وبعضهم الغيداق وحجلة واحدا. زوجاته صلى الله عليه وسلم: أولهن أم هند خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية الغامدية، ثم تزوج أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق في شوال وهي بنت 6 أو 7، وبنى بها في شوال على رأس 8 أشهر من مهاجره على الصحيح، وهي ابنة 9، ولم يتزوج بكرا غيرها، وقيل إنها أسقطت سقطا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. هامش، وقد ورد في ذلك حديث موضوع أخرجه ابن السني كما في الموضوعات من طريق داود ابن المحبر: حدثنا محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، وهذا سند الموضوع آفته داود بن المحبر فهو كذاب، وكذا محمد بن عروة قال فيه ابن حبان كما في المجروحين، قال: يروي عن جده هشام ما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد، لذلك لا يجوز الاحتجاج به. انتهى الهامش. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب وطلقها، فأتاه جبريل عليه السلام وقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. هامش: صحيح. هذه رواية قيس بن زيد مرفوعا به، ويرويه عنه أبو عمران الجوني، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران به، وزيد بن قيس قال فيه الحافظ في الإصابة: تابعي صغير أرسل حديثا، وقال أبو حاتم مجهول، ثم ساق ذلك الحديث ثم قال: وفي متنه وهم الآن عثمان بن مضعون مات قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف، وزوج حفصة مات بأحد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد بلا خلاف. انتهى. وقال ابن أبي حاتم في العلل:
سألت أبي عن حديث رواه الحارث بن عبيد أو قدامة عن أبي عمران الجوني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة ثم راجعها الحديث، ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر تطليقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال راجع حفصة بنت عمر فإنها صوامة صوامة الحديث، قال أبي الصحيح حديث حماد وأبو قدامة لزم الطريق انتهى. قلت وهو صدوق يخطئ وحماد أوثق منه وأحفظ، ولكن في الباب أحاديث تصححه، منها ألف عن عمر رضي الله عنه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وعبد بن حميد في المنتخب من المسند وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن سعد من طريق يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة ابن كهي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم بلفظ طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وهو كما قال. باء عن أنس رضي الله عنه أخرجه الدارمي وابن سعد والحاكم والبيهقي من طريق هشيم عن حميد عنه وبه، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال. وفي الباب عن غيرهم فجملة القول، فالحديث صحيح لا ريب فيه ولله الحمد والمنة. انتهى الهامش. ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية أم المساكين، ثم تزوج أم سلمة هند بنت أمية القرشية المخزومية، ثم تزوج ابنة عمته وهي زينب بنت جحش، وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها. ثم تزوج دويرة بنت الحارث ابن أبي ضرار الأزدية الخزاعية المصطلقية، ثم تزوج ريحانة بنت زيد النضرية وقيل القرضية، سبيت يوم بني قريظة وكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم راجعها، وقيل لم يتزوجها وكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها. كانت صفية رسول الله أي المختارة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ شرف الدين الدمياطي رحمه الله والقول الأول أثبت الأقاويل عند محمد بن عمرو وهو الأثر عند أهل العلم. ثم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، ثم تزوج صفية بنت حيي ابن أخطب النضرية من ولد هارون صلى الله عليه وسلم، سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وتزوجها وجعل عتقها صداقها. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث ابن حزم الهلالية، هؤلاء نساؤه المدخول بهن 12 امرأة، توفي منهن في حياته 3، خديجة بمكة لعشر خلت من شهر رمضان قبل الهجرة 3 على الأصح بعد وفاة أبي طالب على المشهور 3 أيام، وقيل بشهر وقيل 5 أيام، وزينب بنت خزيمة في آخر ربيع الأول في السنة 4 من الهجرة، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع، وريحانة ماتت مرجعة من حجة الوداع على الراجح،
ومات صلى الله عليه وسلم عن التسع الباقيات، وأولهن لحوقا به كما أخبر صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ماتت سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة في شوال سنة 62 في ولاية يزيد بن معاوية. أما من لم يدخل بهن ومن وهبت نفسها له ومن خطبها ولم يتفق تزوجها ف30 امرأة على اختلاف في بعضهم. وما ذكرناه من ترتيب زوجاته صلى الله عليه وسلم هو الأشهر كما ذكره الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري، وبه جزم تلميذه شرف الدين الدمياطي رحمهما الله، وفي بعضه خلاف نبهت عليه في المختصر الكبير. هامش. قال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري في الرحيق المختوم: ومن نظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء في أواخر عمره بعد أن قضى ما يقارب 30 عاما من ريعان شبابه وأدود أيامه مقتصرا على زوجة واحدة شبه عجوز خديجة ثم سودة، عرف أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه وجد بغتة في نفسه، وجد قوة عارمة من الشبق لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد الكثير من النساء، بل كانت هناك أغراض أخرى أدل وأعظم من الغرض الذي يحققه عامة الزواج. فاتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مظاهرة أبي بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة، وكذلك تزويجه ابنته فاطمة بعلي بن أبي طالب، وتزويجه ابنته رقية ثم أم كلثوم بعثمان بن عفان، يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلاة بالرجال الأربعة الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم للإسلام في الأزمات التي مرت به، وشاء الله أن يجتازها بسلام. وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة، فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين البطون المختلفة، وكانوا يرون مناوءة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على أنفسهم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواج عدة من أمهات المؤمنين أن يكسر ثورة عداء القبائل للإسلام ويطفئ حدة بغضائها. كانت أم سلمة من بني مخزوم حي أبي جهل وخالد بن الوليد، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد، بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغبا. وكذلك أبو سفيان لم يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة. وكذلك لا نرى من قبيلتي بنو المصطلق وبنو النضير أي استفزاز وعداء بعد زواجه بزويرة وصفية، بل كانت زويرة أعظم النساء بركة على قومه، فقد أطلق الصحابة أسر 100 بيت من قومه حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ في النفوس. ثم ذكر كلاما طيبا ثم قال: وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح، أثر بعضها في ضعفاء المسلمين، لا سيما أن زينب كانت 5 أزواجه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعرف المسلمون حل الزواج بأكثر من 4 نسوة، وأن زيدا كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والزواج بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش. وقد أنزل الله في سورة الأحزاب حول الموضوعين ما شفى وكفى، وعلم الصحابة أن التبني ليس له أثر عند الإسلام
وأن الله تعالى وسع لرسوله صلى الله عليه وسلم في الزواج ما لم يوسع لغيره لأغراضه النبيلة الممتازة. انتهى كلامه. عنوان سراريه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: كان له أربع. 1 ماريا وهي أم ولده إبراهيم. 2 وريحان وقد سبق ذكرهما. 3 وجارية أخرى جميلة أصابها في السبي. 4 وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. انظر زاد المعاد. خدمه ومواليه صلى الله عليه وسلم. ومن خدمه صلى الله عليه وسلم أبو حمزة أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود، وكان صاحب السواك والنعلين، وعقبة بن عامر الجهني، وكان صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأسلع بن شريك، وكان صاحب راحلته، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري، وأيمن ابن عبيد، وأمه أم أيمن مولايا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيمن على مطهرته وتعاطيه حاجته. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أيضا زيد بن حارثة ابن شرحبيل، اعتقه صلى الله عليه وسلم وزوجه مولاته أم أيمن المذكورة، فولدت له أسامة وأسلم. أبو رافع وثوبان ابن بجدد وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح ورباح نوبي ويسار نوبي أيضا، وهو الذي قتله العرنيون، ومدعم وكركرة نوبي، وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم، وكان يمسك راحلته صلى الله عليه وسلم عند القتال يوم خيبر. الثقل هو العيال ومتاع السفر وما يثقل حمله من الأمتعة، وكل شيء نفيس مصون. انتهى الهامش. وفي صحيح البخاري أنه الذي غل الشملة في ذلك اليوم، وقيل الذي غلها مدعم، وكلاهما قتل بخيبر. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أنجشة الحادي وسفينة واسمه مهران بن فروخ، وقيل غير ذلك. قال أبو حاتم: أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: أعتقته أم سلمة. وأنس ويكنى أبا مشرح وأفلح وعبيد وطهمان أو كيسان أو ذكوان أو مهران أو مروان وحنين وسندر وفضالة يماني ومابور الخصي وواقد وأبو واقد وقسام وأبو عيب وأبو مويهبة. ومن النساء سلمى أم رافع وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى ورزينة وأم دميرة وميمونة بنت أبي وسيب ومارية وريحانة، وقد سبق ذكرهما. كتابه صلى الله عليه وسلم. ومن كتابه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وأبي بن كعب وعمر بن العاص وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة ابن الربيعة الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لذلك وأخصهم به. رسله صلى الله عليه وسلم. رسله صلى الله عليه وسلم
لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الروم، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابك إلا أن يكون مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش عليه 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وختم به الكتب إلى الملوك. هامش، هذه رواية أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه الفتح لابن حجر العسقلاني ومسلم وغيرهما من حديث قتادة عن أنس به. انتهى الهامش. وبعث 6 نفر في يوم واحد في المحرم 7 على الصحيح، فأولهم عمرو بن أمية الضمري، بعثه إلى النجاشي، واسمه أصحمة ابن أبجر، وتفسير أصحمة بالعربية عطية، فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وكان من أعلم الناس بالإنجيل كما قال الواقدي: وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوم مات بالحبشة. هامش، ورد في ذلك أحاديث صحيحة، منها عن أبي هريرة عند 6 ومالك والطيالسي وأحمد من طرق عنه به، وقد خرجته مفصلا في كتاب 40 للحسن بن سفيان النسوي، وهو قيد الطبع يسر الله إخراجه للناس. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم من حديث قتادة عن أنس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هامش، أخرجه مسلم في الجهاد والترمذي. انتهى الهامش. وقال ابن حزم: إن النجاشي الذي ذهب إليه عمرو بن أمية لم يسلم، والأول هو المشهور، وبه جزم ابن سعد وجماعة من العلماء. وبعث دحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم فخافهم على ملكه فأمسك. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى واسمه أبرويس ابن هرمز ابن أنوشروان، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه وملك قومه. هامش، أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر من حديث الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى من عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت القائل الزهري أن ابن الحسيب قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، ورواه أحمد. انتهى الهامش. وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس واسمه جريج ابن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبط، فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وأختيها سيرين وقيصرة وجارية أخرى وألف مثقال ذهب وعشرين ثوبا من قباطي مصر وبلغة شهباء دلدل وحمارا أشهب وهو عفير وخصيا يقال له مابور، قيل إنه ابن عم ماريا،
وفرسا وهو اللزاز، وقدحا من زجاج، وعسلا من عسل بنها. وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيه بالبركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. ذكره ابن سعد في الطبقات، وأخرجه ابن شاهين كما في الإصابة لابن حجر. وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، قاله الواقدي وابن إسحاق. وقيل توجه لجبلة بن الأيهم، وقيل توجه لهما معا، وقيل توجه لهرقل مع دحية ابن خليفة، والله أعلم. وبعث صليطة ابن عمرو إلى هودة ابن علي الحنفي فأكرمه، وقيل هورة، وإلى ثمامة ابن أثال الحنفي، فلم يسلم هودة، وأسلم ثمامة بعد ذلك. هؤلاء الستة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 8 إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، فأسلم وصدق، وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، ولم يزل بينهم حتى بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوي العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة، وقيل قبل الفتح، فأسلم وصدق. وبعث المهاجر بن أبي أمي المخزومي إلى الحارث ابن عبد كلال الحميري باليمن، فأجاب بأنه سينظر في أمره. وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك في شهر ربيع الأول سنة 10 داعين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهلنا طوعا من غير قتال. وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمرو ويدعوهما إلى الإسلام فأسلما. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم. وبعث عمرو ابن أمية الضمري أيضا إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخ الزبير فلم يسلم. وبعث إلى فروة ابن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام، وقيل لم يبعث إليه، وكان فروة عاملا لقيصر بمعان، فأسلم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد، وهي بغلة شهباء يقال لها فضة، وفرس يقال له الضرب، وحمار يقال له يعفور، وأثواب وقباء سندس مخوص بالذهب. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاز مسعود ابن سعد 12 أوقية ونشا. وبعث عياش بن أبي ربيع المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بني عبد كلال من حمير. النشو 20 درهما وهي نصف أوقية. انتهى الهامش. مؤذنوه صلى الله عليه وسلم 4: اثنان بالمدينة، بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ابن أبي مكتوم القرشي العاملي الأعمى، وأبو محذورة، وأبو محذورة أوس بن معير الجمحي بمكة، وسعد القرض ابن عائذ مولى عمار بن ياسر بقباء. أمراؤه صلى الله عليه وسلم: باذان بن ساسان ابن بلاس ابن الملك جملت ابن الملك يزدجرد ابن الملك بهرام جور الفارسي
أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها فقط، ثم قتل شهر، فأمر صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد، وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين أبي أمية المخزومي كندة والصدف، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين، وولى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت، وولى أبو موسى الأشعري زبيد وعدن وزمة والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند وهو اسم موضع باليمن، وولى أبا سفيان صخر بن حرب بن أمية نجران، وولى ابنه يزيد تيماء، وولى عتاب ابن أسيد مكة، وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة 80 وهو دون 20 سنة من سنه، وقيل كان ابن 21 سنة، وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى جماعة كثيرة الصدقات، لأنه كان على كل قبيلة وال يقبض صدقاتها، وولى أبا بكر إقامة موسم الحج سنة 9 وبعث في إثره عليا يقرأ سورة براءة. عنوان فصل. كان عمرو ابن عبسة السلمي صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، قاله ابن حزم، وفي صحيح مسلم ما يقتضي خلاف ذلك، وحرسه يوم بدر حين نام في العريش سعد بن معاذ، وحرسه يوم أحد محمد بن مسلمة، ويوم الخندق الزبير بن العوام، وكان على حرسه عباد بن بشير، وحرسه جماعة آخرون. فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس ترك الحرس، وكان يضرب الأعناق بين يديه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت ابن أبي الأقلج والضحاك بن سفيان الكنابي، وكان قيس بن سعد ابن عباد الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية، وكان بلال المؤذن على نفقاته، وكان معيقيب ابن أبي فاطمة الوسي على خاتمه، وأذن عليه رباح الأسود، وأنس مولاياه وأبو موسى الأشعري شعراؤه صلى الله عليه وسلم. وكان شعراؤه الذين يذبون عن الإسلام بألسنتهم مصعب ابن مالك السلمي وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت الأنصاري. خطيبه صلى الله عليه وسلم. وخطيبه صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ابن شماس، فارسه صلى الله عليه وسلم، وفارسه أبو قتادة الأنصاري. ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. كان له 9 أسياف، مأثور وهو أول سيف ملكه ورثه من أبيه، والغضب وذو الفقار وكان لا يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكارته، وفعله من فضة، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والخرم والقضيب
وكان له 7 أذرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وذات الرشاح وذات الحواشي والسعدية، وقيل إنها درع داود التي لبسها حين قتل جالوت، وفضة والبتراء والخرنق. وكان له 6 قي، الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم، كسرت يوم أحد فأخذها قتادة بن النعمان الطفري، والسداد. وكانت له جعبة تدعى الكافور، ومنطقة من أديم منشور فيها 3 حلق من فضة، والإزين من فضة، والطرف من فضة. وكان له ترس يقال له الزلوق، وترس يقال له الفتق، وترس أهدي له فيه تمثال عقاب أو كبش، فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال. وكان له 5 أرماح يقال لواحد المثوي والآخر المثنى، وكانت له حربة يقال لها النبعة، وحربة كبيرة يقال لها البيضاء، وحربة صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، كان يمشي بها وهي في يده، وكانت تحمل بين يديه في العيد حتى تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها. وكانت له عنزة أخرى، وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، وشح بشبه أي بنحاس أصفر. وكان له مغفر آخر يقال له المسبوغ أو ذو السبوغ. وكانت له 3 جبات يلبسها في الحرب، فيها جبة من سندس أخضر، وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب. وفي سنن أبي داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. هامش ضعيف، أخرجه أبو داود، طه الحلبي وأبو الشيخ في أخلاق النبي عن طريق شعبة عن سماك به، والسند ضعيف لجهالة شيخ سماك. وأما شيخ شيخ سماك فيبدو أنه صحابي، فجهالته لا تضر. انتهى الهامش. وكانت ألويته بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، وكان له لواء أغبر، وروي أنه مكتوب على راياته لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان له صلى الله عليه وسلم فسطاط يسمى الكن، ومحجن أي عصا معوج قدر ذراع أو أكثر يمشي، ويمشي ويركب به، ويعلقه بين يديه على بعيره، ومخصرة تسمى العرجون، وقضيب من الشوحز يسمى الممشوق. وقال القاضي عياض في فضل أسمائه صلى الله عليه وسلم: صاحب القضيب أي السيف، وقع ذلك مفسرا في الإنجيل. قال: معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك. قال: وقد حمل على أنه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه وهو الآن عند الخلفاء. وكانت له هراوة وهي العصا الصغيرة، ولها ذكر في حديث الحوض يزود بها عنه. وكان له قدح يسمى الريان، وقدح يسمى مغنية، وقدح آخر مضبب فيه 3 ضبات من فضة، وحلقة يعلق بها القدح. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
هامش أخرجه البخاري. الفتح الإسلامي من طريق أبي عوانة عن عاصم الأحوال قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك. انتهى الهامش. وكان له قدح من زجاج وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه في الليل، وتور من حجارة يقال له المخضب يتوضأ منه. تور هو الإناء الذي يشرب فيه. ومخضب من شبه يكون فيه الحناء، وركوة تسمى الصادرة، وقعب يسمى السعة، ومغسل من صفر، ومدهن. وكانت له ربعة إسكندرانية. الرابعة هي جؤونة العطار، وقال الأزهري: الجونة سليلة مستديرة مغشاة تكون مع العطارين. كانت له رابعة إسكندرانية أهداها له المقوقس مع مارية، تجعل فيها المرآة وكان ينظر إليها. ومشطا من عاج قيل أنه الذبل والمكحلة، وكان يكتحل من إثمد فيها عند النوم 3 مرات في كل عين، وفي رواية: في اليمنى 3 مرات وفي اليسرى 2. في الهامش ضعيف جدا، أخرجه الترمذي. وفي الشمائل وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ورده الذهبي. وقد فصل الحافظ الذهبي الكلام على هذا الحديث في الميزان في ترجمة عباد بن منصور، وانظر الكلام عليه في الإرواء للشيخ الألباني. انتهى الهامش. وكان يجعل في الرابعة المقراضين، والمقراضين هو المقص والسواك. وكانت له قصعة تسمى الغراء يحملها 4 رجال لها 4 حلق، وصاع يخرج به زكاة الفطر، ومد، وقطيفة، وسرير قوائمه من ساج أهداه له سعد بن زرارة، وفراش من آدم حشوه ليف. وسئلت حفصة: ما فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: مسحا نثنيه 2 فينام عليه. المسح كساء خشن يعد للفراش منسوف. الحديث عن عائشة وليس عن حفصة، فقد رواه الترمذي في الشمائل وغيره عن طريق زياد بن يحيى البصري. حدثنا عبد الله بن مهدل، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ملابسه صلى الله عليه وسلم. كانت له عمامة تسمى السحاب كساها عليا. هامش حديث موضوع، أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي من طريق مسعدة ابن اليسعى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وهذا سند واهن. آفته مسعدة هذا، كذبه أبو داود وغيره، انظر ترجمته في الميزان وغيره. انتهى الهامش. عنوان: ذكر ملابسه صلى الله عليه وسلم. كانت له عمامة تسمى السحاب كساها عليا. هامش موضوع، أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي من طريق مسعدة ابن اليسعى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وهذا سند واهن. آفته مسعدة هذا، كذبه أبو داود وغيره. انتهى الهامش. وكان يلبس تحتها القلانس اللاطية. أما القلانس
فهو لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال، انظر المعجم الوسيط. اللاطية أي الملتصقة بالرأس. وكان يلبس القلانس بغير العمائم، ويلبس العمائم بغير القلانس، وكان يلبس القلانس البيض والمزرورات وذوات الأذان، وكان إذا أعتم أرخى عمامته بين كتفيه، وكان يدريها ويغرزها وراءه. أرخى عمامته بين كتفيه صحيح، أخرجه الترمذي وفي الشمائل وأبو الشيخ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وكان يدريها ويغرزها وراءه، ولبس يوم الفتح عمامة سوداء، وخطب الناس وعليه سوداء. عمامة سوداء صحيح، أخرجه مسلم في المناسك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والترمذي في الشمائل وأحمد وابن سعد والدارمي وأبو الشيخ وغيرهم من حديث جابر. انتهى الهامش. وعن الواقدي أن بردة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يمنية بطول 6 أذرع في 3 وشبر، وإزاره من نسج عمان طوله 4 أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر، وكان يلبسها يوم الجمعة والعيدين ثم يطويان. وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الأحمر في العيدين والجمعة. صحيح، أخرجه عن جابر أبو الشيخ في أخلاق النبي، وله شاهد من حديث البراء. انتهى الهامش. وكان له بروان أخضران، وكساء أسود، وكساء أحمر ملبد، وكساء من شعر، وكان قميصه من قطن قصير الطول قصير الكم إلى الرسخ، وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة، وكان يحب البياض. ولبس صلى الله عليه وسلم في وقت جبة شامية ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، وكان يرضى الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه، وكان يرضي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه. وفي الصحيح أن عائشة أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. هامش صحيح، أخرجه البخاري في اللباس من الصحيح فتح الباري السلفية ومسلم وأبو داود والترمذي في سننه والشمائل وابن ماجه وأحمد وابن سعد وأبو الشيخ عن أبا بردة عنها به، واستدركه الحاكم. انتهى الهامش. قال ابن فارس: ويقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبي حبرة وإزارا عمانية وثوبين حمراوين وقميصا سحولية وقميصا سحارية وجبة يمنية وخميصة وكساء أبيض وقلانس صغارا لاطية 3 أو 4 وإزارا طوله 5 أشبار وملحفة مورسة. المورسة أي الصفراء. واتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم رمى به، ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله. هامش أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي في الشمائل والبيهقي في الآداب وفي كتاب الجامع في الخام من طرق عن نافع ابن أبي عمر به. انتهى الهامش. وهو الذي تختم به بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان
ثم سقط من عثمان رضي الله عنه في بئر أديس ولم يقدر عليه. هامش أخرج ذلك البخاري ومسلم. وكان له خاتم من حديد مكوي عليه فضة. مكوي أو ملوي أي محني. انتهى الهامش. نقشه محمد رسول الله، وقيل كان له خاتم من ورق أي من فضة، فصه حبشي بعث به إليه معاذ بن جبل من اليمن، وكان يتختم في خنصره الأيمن، وربما تختم في الأيسر، ويجعل الفص مما يلي باطن كفه، وكان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. باطن كفه، هذه رواية أنس أخرجها مسلم وأبو داود والترمذي وفي الشمائل والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الخاتم برقم واحد، والتختم في اليد اليمنى واليسرى ثابت وصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الخلاء نزع خاتمه منكر، أخرج ذلك أبو داود والترمذي وفي الشمائل والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق همام ابن أبي جريح عن الزهري عن أنس به، وقال أبو داود هذا حديث منكر، ثم قال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. وقال النسائي فيما نقله عنه المزي في التحفة هذا الحديث غير محفوظ، وصححه الترمذي والحاكم ولكنهما لم يصيبا، ورد النووي تصحيح الترمذي، والحديث تكلم عليه الألباني في المشكاه فقال هو منكر. انتهى الهامش. وروي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاء وعليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك من ريح الأصنام، ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب فقال ارمي عنك حلية أهل الجنة، قال من أي شيء أتخذه؟ قال من ورق ولا تتمه مثقالا. هامش صحيح، ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وله شاهد من حديث عمر عند أحمد، ولكنه ضعيف الإسناد لانقطاع السند، وله شواهد أخرى، انظر آداب الزفاف للشيخ الألباني الطبعة الثالثة. انتهى الهامش. وأهدى له النجاشي خفين ثازجين فلبسهما ومسح عليهما. هامش أخرج ذلك أبو داود والترمذي وفي الشمائل وابن ماجه من حديث بريدة، وثازجين أي خالصين في السواد. وكان له أزواج من الخفاف أيضا أصابها من خيبر، وكانت له نعلان سبتيان مخصوفتان ذواتي قبالين. هامش أخرج ذلك الترمذي في الشمائل وابن سعد وغيرهم من حديث عمرو بن حريث. السبتيان تثنية سبتة أي الجلد الذي ليس عليه شعر، وثازجين أي خالصين في السواد، وأيضا لأن تثنية قبال بكسر القاف ويسمى الشسع، والشسع أحد سيور النعل، فالقبال هو السير الذي يعقد في الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل. انتهى الهامش. ذكر دوابه صلى الله عليه وسلم. فمن الخيل السكب وهو أول فرس ملكه، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواق الدرس، وكان أغر محجلة طلق اليمين كميتا. الكميت من الخيل للمذكر والمؤنث ما كان لونه بين الأسود والأحمر، انظر المعجم الوسيط طبعة مجمع البحوث.
انتهى الهامش. وقيل كان أدهم والمرتجز، وكان أشهب، وهو الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت واللحيف واللذاز والضرب وسبحة والورد، فهذه سبعة متفق عليها، وقد جمعها سيدي والدي تغمده الله برحمته في بيت نظمه فقال: والخيل سكب، لحيف، سبحة ضرب، لزاز مرتجز، ورد لها أسرار. وأنشد فيه غير مرة، وقيل كان له أفراس أخرى 15 مختلفا فيها، وكان سرجه دفتاه من ليف. ومن البغال دلدل، وكانت شهباء أهداها له المقوقس، وفضة أهداها فروة الجذامين، وأخرى أهداها صاحب دومة الجندل، وأخرى يقال إن كسرى أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعد، وقيل إن وفيه بعد، وقيل إن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها. ومن الحمير عفير، وكان أشهب، أهداه المقوقس، وحمار آخر يقال له يعفور، أهداه فروة الجثامي، ويقال إن حمار المقوقس يعفور، وحمار فروة عفير. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أصاب حمارا أسود وكان يركبه، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه. هامش انظر السيرة لابن هشام وزاد المعاد. انتهى الهامش. ومن النعم الناقة التي هاجر عليها من مكة إلى المدينة وتسمى القصواء والعضباء والجدعاء، ولم يكن لها عضب ولا جدع، وإنما سميت بذلك، وكانت شهباء، وقيل هن ثلاث، والعضباء هي التي سبقت فشق على المسلمين. ورمى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في حجة الوداع على جمل أحمر، وكان له جمل يقال له الثعلب، عقره الكفار يوم الحديبية. وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، وأهداه يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. هامش أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس بسند صحيح، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وإسناده صحيح. والبرة حلقة تجعل في أنف البعير. انتهى الهامش. وكانت له 45 لقحة، وكانت له مهرية. لقحة هي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن، المعجم الوسيط، وقيل هي الناقة القريبة العهد النتاج. النهاية لابن الأثير. المهرية هي نجائب من الإبل تسبق الخيل، منسوبة لقبيلة مهرة ابن حيدان، المعجم الوسيط. وكان له 45 لقحة، وكانت له مهرية، أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت له 100 شاة لا يريد أن تزيد. كلما راعى الراعي بهيمة ذبح مكانها شاة، وكانت له شاة تسمى غوثة، وقيل غيثة، وشاة أخرى تسمى قمر، وعنزة تسمى اليمن، وكانت له 7 أعنز ترعاهن أم أيمن، وكان له ديك أبيض. أعنز
جمع عنزة وهي الأنثى من الظباء والماعز، المعجم الوسيط، وانظر طبقات ابن سعد. ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. ابتدأ به مرضه الذي مات فيه، وهو وجع الرأس في بيت ميمونة، وقيل في بيت زينب بنت جحش، وقيل في بيت ريحانة رضي الله عنهن، وهو ضعيف، لأن الصحيح أن ريحانة توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم كما بينا. ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له في ذلك، فمرض في بيتها، واشتد عليه وجعه لتعظيم أجره، وخيره الله فاختار لقاءه، وقال: اللهم الرفيق الأعلى. حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر المشكاة، تحقيق الألباني. وقبض صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها، وهو ابن 63 سنة على الصحيح، وغسل في قميصه الذي مات فيه، ولي غسله علي، وكان على يديه خرقة يغسله بها من تحت القميص، وكان العباس وابناه الفضل وقثم يقبلونه صلى الله عليه وسلم مع علي، وكان أسامة وشقران مولاياه صلى الله عليه وسلم يصبان الماء، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري لم يفعل شيئا، وقيل كان يحمل الماء، وقيل إن العباس كان بالباب لم يحضر غسله، والمشهور أنه كان حاضرا. وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم أحد، فأول من صلى عليه العباس، ثم صلى عليه بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، ثم دخل الصبيان. الصبيان زيادة من هامش المخطوط. قلت: والمراد من أن المسلمون صلوا عليه أفذاذة لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو إمامهم في الدنيا والآخرة، فلا يصح لأحد مهما كان أن يؤم الناس ويصلي بهم عليه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. وحفر له أبو طلحة الأنصاري قبرا ولحد في جانبه، ودفن صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي توفاه الله فيه تحت فراشه في بيت عائشة رضي الله عنها، وفرش تحته في القبر قطيفة له حمراء كان يفترشها، ودخل قبره علي والعباس وابناه الفضل وقثم وشقران، ويقال كان أسامة وأوس بن خولي معهم، ولم يثبت أن المغيرة بن شعبة نزل قبره. وأطبق على لحده 9 لبنات، ثم هيل عليه التراب صلى الله عليه وسلم، ثم دفن بعده في البيت أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، واختلفوا في مدة مرضه صلى الله عليه وسلم وتاريخ وفاته ودفنه. فقيل: اشتكى يوم 4 لـ11 ليلة بقيت من صفر 11، وتوفي يوم 2 لـ2 ليلة مضت من شهر ربيع الأول، فاشتكى 13 ليلة، وقيل 12، وقيل اشتكى يوم السبت 22 ليلة خلون من صفر، وتوفي يوم 2 لـ2 ليلة مضت من ربيع الأول، وقيل اشتكى يوم 4 لـ1 ليلة بقيت من صفر، وتوفي يوم 2 لـ12 مضت من ربيع الأول.
ولا يصح أنه اشتكى يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر، لأن ذلك يقتضي أول صفر يوم الأربعاء، ولا يتصور ذلك لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس، وقيل يوم الاثنين لثمان خلت من شهر ربيع الأول، وهو الراجح عند جماعة منهم ابن حزم. وقيل توفي الاثنين مستهل شهر ربيع الأول، والمرجح عند الجمهور أنه توفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول. ولا يصح كما قال السهيلي ثم أبو الربيع ابن سالم، لأن وقفته صلى الله عليه وسلم بعرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة، ولا يتصور مع ذلك أن يكون يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، والمنقول عند الأكثرين أنه توفي حين اشتد الضحى يوم الاثنين، وبه جزم عبد الغني، وقيل حين زاغت الشمس. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توفي آخر اليوم. هامش، رواه البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، انتهى الهامش. وصحح الحاكم في الإكليل أنه توفي حين زاغت الشمس من يوم الاثنين، ودفن تلك الساعة، وقال إنه أثبت الأقاويل. ودفن ليلة الثلاثاء، وقيل يوم الثلاثاء، وقيل دفن ليلة الأربعاء، ورجحه جماعة من العلماء. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. أما المختصر بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، والحمد لله وحده. وكان الفراغ من تعليقه ليلة الاثنين خامس عشر من رجب الفرد الحرام سنة 1036. بلغ مقابلته تمت على يد أفقر العبيد عبد الله بن محمد الوسيمي المالكي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هامش، في هامش المخطوط بلغ مقابلته انتقل بالشراء لمالكه أحمد بن إسماعيل ابن محمد ابن الحاج جامع العويضي من سنة 27 و100 بعد الألف، والله أعلم. تم التعليق على هذا المختصر الطيب، والحمد لله تعالى، وذلك في عصر يوم الجمعة المباركة الموافق ليوم التاسع من ربيع الأول لعام 1411 للهجرة، الموافق للثامن والعشرين من سبتمبر لعام 1990 ميلادية. انتهى كتاب المختصر الندي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة، مختصر في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة السعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم نبو الملاح.